السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الأعزاء بريب 1 في تاني حلقات المراجعة النهائية الخاصة بالماث. النهاردة إن شاء الله هنراجع الجيومتري. في الفيديو اللي فات إحنا راجعنا مع بعض الألجبرا، لو أنت ما شفتش الفيديو ده تقدر تشوفه من خلال الآي اللي هتظهر على الشاشة من فوق دلوقتي. طيب الشيت ده هتلاقيه موجود فين؟ هتلاقيه موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو، وكمان هتقدر تلاقيه على التليجرام. تقدر توصل من خلال مسح الكيو ار كود دوت، تقدر توصل للقناة، وكذلك ممكن تكتب في التليجرام او في اليوتيوب ماث اكاديمي بالعربي او بالانجلش، وكمان اللينكات كلها هتلاقيها موجودة في صندوق الوصف. طيب اول حاجة محتاجين نقولها ان في الشيت ده هتلاقي فيه كل الكونسبت بتاعت الجيومتري، الكونسبت والديفينيشنز اللي محتاجها كلها في الجيومتري دي، تقدر انا اعملها لك في سامري واعملها لك ببولد واندرلاين عشان اعرفك ان البولد والاندرلاين دول هما اللي بيجي فيهم كومبليت او تشوز، فانت محتاج تبقى حافظهم كويس جدا عشان تقدر تحل في الكومبليت والتشوز، بلس كمان تقدر تحل في البروف. طيب يبقى انت اول حاجه، اول لما تمسك الشيت تعمله داونلود، محتاج تحفظ السامري ده كويس جدا جدا جدا. بعد كده هنبدا نحل مع بعض بقى التشوز مع بعض. يلا نمبر 1، the sum of measure of the cumulative angles at a point. انا عاوز السم بتاعت الكوميولاتيف انجلز. السم بتاعت الكوميولاتيف انجلز هم 360 degree، وخلي بالي ان هو ممكن يجيبها لي how many right angle، هيبقوا 4 right angles، وكمان ممكن يجيبها لي 2 straight angles. يبقى انا بخلي بالي ان السم بتاعت الكوميولاتيف انجلز هم 360، وكمان 4 right angle و straight angle 2 straight angle. طيب نمبر 2، if two triangles ABC and XYZ are concurrent. التو تراينجل دول كونكرنت. طيب انا لما يكون التو تراينجل كونكرنت يبقى انا محتاج هقول ان الانجلز هتبقى ايكوال، اللي هي الاي انجل اي ايكوال انجل اكس، انجل بي ايكوال انجل واي، انجل سي ايكوال انجل زي. بس الانجلز هنا مش موجوده، ده هنا سايدز، يبقى الاي بي تبقى ايكوال لاكس واي. في هنا اي بي ايكوال اكس واي، اه ده في اي بي بس مش ايكوال لاكس واي، يبقى دي رونج. طيب نمبر 2، البي سي تبقى ايكوال للواي زي. يا ترى في بي سي؟ اه في بي سي بس مش واي زي، يبقى دي رونج. بس في بي سي تاني ايكوال للواي زي، هي دي، يبقى هي دي الكوريكت انسر. يبقى لما يكون عندك تو تراينجل كونكرنت هيبقى في او اتش انجل، اتش كورسبوندينج انجلز ار ايكوال، و اتش تو كورسبوندينج سايدز ار ايكوال. طيب نمبر 3، if the straight line intersects two parallel straight line. انا عندي straight line عمل intersect لتو parallel straight lines. Then each two interior angles in the same side of the transversal are supplementary. ودي من الحاجات اللي انا كاتبها لك في الكونسبت اللي فوق. Number 4, if the triangle ABC concurrent triangle XYZ measure angle A plus measure angle B equal 115. يعني الانجل A مع B السم بتاعهم 115. يبقى الانجل C ان انا اقدر اعمل 180 minus ال 115 هتبقى equal 65. ده كده الانجل C، measure of angle C اللي هي equal measure of angle Z، يبقى 65. Number 5, if measure angle A equals 90 then measure of reflex angle A. عشان نعمل finding ال measure reflex بعمل 360 minus ال angle اللي هو 90، يبقى equal 270. Number 6, if angle A supplements angle B and angle A concurrent to angle B then measure of angle B equals what. اول حاجة محتاج تبقى فاكر يعني ايه supplements، يعني ان two angles their sum equal 180. طب ال two angles دول are concurrent يعني equal، يبقى each angle equals 90. Number 7, if straight line intersect
two parallel straight lines. Then each two alternate angles, ال alternate هيكونوا R equal in measure. Okay? Number 8. The angle of measure 70 supplemented by angle of measure. أنا لسه قايل supplementary يعني 180. يبقى أنا عندي one of them ال measure بتاعتها ب 70 يبقى هعمل 180 minus ال 70 يبقى هنا equal 110. Okay? طيب تعالى كده نشوف next question number 9. في number 9 بيقول لي if two straight line intersect then each two vertically opposite angle ال vertically opposite angle اللي هي ال VOA فاكرينها يبقى ايه R equal. طب هنا يا مستر مفيش equal ما هي concurrent يعني هيكونوا equal. Okay number 10 if the two adjacent angles are complementary. Two adjacent angles are complementary. What's the meaning of complementary angles? Their sum equals 90. يبقى لما يكون عندك two adjacent السم بتاعهم بيكونوا 90 يبقى then their outer sides are perpendicular. انما لما اقول لك if the two adjacent angles are supplementary لما يكون بقى ال two adjacent دول their sum بتاعهم 180 يبقى their outer sides are on the same straight line. Number 12 if L1 parallel to L2 يبقى انا عندي L1 ادي L1 parallel to L2 L1 perpendicular to L3 يبقى انا في هنا L1 perpendicular لل L3 يبقى L2 perpendicular كمان لل L3 يبقى L2 perpendicular to L3. اوكي طيب دي كده كانت أسئلة ال تشوز اللي معانا في الجزء ده. تعال نشوف بقى ال complete. The angle whose measure 40 complements angle of measure. أنا هنا عندي ال angle اللي ال measure بتاعها يتعب 40 complement. Complemental mean يبقى أنا هعمل 90 minus ال 40 يبقى equal 50 degree. Number 2 the angle of measure 35 supplements يبقى انا هعمل 180 minus 35 يبقى equal ادي 5 by 40 يبقى هنا 135. Number 3 if the two adjacent angles are complementary then their outer sides let's say complementary if their outer sides are perpendicular. Okay type number 4 if xy concurrent to zl then xy minus zl ال two line segment دول concurrent يعني equal يبقى لما اعملهم minus يبقى الماينس بتاعهم يبقى equal ايه 0. Number 5 if a straight line intersect two parallel straight line then each two corresponding angles are equal in measure اللي هي letter F لو فاكرين equal in measure. تمام تعال نشوف number 6 in the opposite figure value of x equal انا هنا عندي two straight line intersect at one point يبقى على طول افتكر على طول ال VOA يبقى ال measure angle دي هي equal لل measure angle دي يعني 2x equals 50. طب يبقى ال 1x يبقى ان انا اعمل x equal ال 50 divided ال 2 تبقى equal 25 degree. Number 7 if two straight lines are parallel to a third straight line يعني انا عندي two straight line parallel to a third line يبقى two straight line دول are parallel يبقى two straight line دول مالهم parallel. Number 8 if angle A complements angle B and angle A concurrent to angle B فاكرين اخدناها في التشوز بس كانت supplementary هنا بقى complements يعني السم بتاعهم ب 90 وال two angles are equal يبقى each one equal 45. Number 9 if triangle ABC concurrent to triangle XYZ then
الـ AC هو خد الـ A مع الـ C، يبقى انا هاخد له الـ X مع الـ Z. اوكي تمام، تعال نشوف next question number 10. في number 10 انا عاوزك بقى تركز كويس قوي معايا، لان ممكن يجي لي الـ question ده كـ complete او choose، او ممكن يجي لك كـ proof نفسه. In the opposite figure find the value of x. انا عاوزك تعمل لي finding الـ value بتاعت الـ x. فانا عندي two straight line two rays، الـ two rays دول parallel، فانا هعمل ray تاني هنا parallel للـ two lines للـ two rays دول. طيب فهنا انا عملت ايه؟ انا كده عامل letter z صح؟ اللي هو الـ alternate. يبقى الـ measure هنا الـ part ده هيبقى 25. طيب وهنا كمان في letter z صح؟ اهو، يعني كمان في هنا alternate angles، يعني هنا الميجر ب 20 يبقى هنا كمان الميجر ب 20 degree. يبقى الفاليو بتاعت الx ان انا اعمل ال 25 plus ال 20 يبقى equals 45 degree. اوكي طيب number 11 if triangle ABC congruent the triangle XYZ measure angle A plus measure angle C. ال A مع ال C 120، يبقى ال measure of B ان انا اعمل 180 minus 120 يبقى equal 60. يبقى ال B اللي هي ال Y equal 60 degree. Number 12 if AB intersect AB straight line intersect مع ال CD ray at C. يبقى انا هنا عندي على طول تيجي في دماغي كده ان في هنا straight angle. ليه؟ عشان دول two كده adjacent angle formed from straight line and ray. يبقى ال straight angle دي ال sum ال two angles دول ال sum بتاعهم 180. يبقى ال 6x plus 3x equals 180. 6x plus 3x يبقى 9x equals 180. يبقى ال value of x ان انا اعمل 180 divided L 9 يبقى equals 20 degree. يبقى ال value of x equals 20. اوكي دي كده كانت مجرد شوية اسئلة complete او choose. طبعا هما مش كتير لان الاسئلة هتلاقيها متكررة بنفس الفكرة، فانا ما حبيتش ان انا اكتر من الاسئلة بتاعت complete او choose. الاهم بالنسبه لي هي الاساي بروبلم. اوكي تعالى كده نشوف بقى الاساي بروبلم اللي عندنا. In the opposite figure measure angle AMB equals 40 measure angle BMC equals 100 measure angle CMB equals 120 find measure AMD. كلمه find يعني انا مش عايزك تقول لي النمبر بكام او الميجر بكام من غير ستيبس، انا محتاج تقول لي ستيبس، فانا كاني هعمل حاجه اسمها بروف. اوكي طيب انا هنا عندي الاول انجلز دول ات ام يعني ات 1 بوينت، يبقى هقول له كده ذا سم اوف ا كوميولاتيف انجلز ايكوالز 360 ديجري. يبقى زين ال measure of angle AMD هيبقى equals 360 minus و open bracket ال 40 plus ال 100 plus ال 120 وعمل لهم calculate بالكالكليتر. هنا هيبقى 260 minus 360 يبقى هنا equal 100 degree. اوكي تمام، يبقى انا بخلي بالي ان انا بعمل بروف مش محتاج ان انا اجيب نمبر بس. تمام يا شباب تمام، تعال نشوف question number 2. في question number 2 بيقول لي in the opposite figure برضو مديني هنا ال measure of angle AMB ب 50 وال measure of angle BMC ب 60 وقال لي ان ال MA perpendicular to ME يعني الانجل دي ب 90 وقال ان الام دي بايسكت للانجل سي ام اي، ف
first one انا عاوز الميجر اوف انجل سي ام اي، بعد كده تقول لي الميجر بتاعت الانجل دي ام اي. طيب هنمشي ستيب باي ستيب. احنا اتفقنا هنا عندنا ايه؟ عندي كده هنا ال all angles ديت at one point، فهقول له كده the sum of a cumulative angles equals 360 degree. يبقى then measure بتاعت ال angle اللي هي CME، انا هاخد كل ال angle دي على بعضها الاول، ان انا هعمل 360 minus open bracket ال 90 plus ال 60 plus ال 50. كده بقوم هنا عندي ب 150 plus 50 يبقى 200، يبقى equal 160 degree، يبقى ال angle دي كلها 160. بعد كده انا هنا عندي given بيقول لي ان ال M دي bisect لل angle اللي هي CME. يعني ايه bisect؟ يعني ال two angles دول are equal، يبقى ال measure of angle CMD equals ال measure of angle DME، واعمل 160 divided by 2 تبقى equals 80 degree. يبقى انا مش محتاج تكتب لي كده 160 هنا وهنا 80، انا مش محتاج ده، انا محتاج steps، محتاج تعمل اللي انا بعمله ده، محتاج تعمل بروف ده. اوكي تمام، ما تقوليش اصل هو عارفه، انا محتاج بقى اشوفه، اشوف اللي انت فاهمه. اوكي طيب تعالى كده نشوف next question. بيقول لي هنا in the opposite figure AB straight line intersect DE straight line at M، يعني انا عندي two straight line intersect at M، measure angle AMC equal measure angle CMD، يعني ال AMC equal CMD، measure angle BMD equal 40، يعني measure BMD ده ب 40. find، انسى بقى كلمة find دلوقتي، انت ابدأ اعمل solving بالنسبة لك. اول حاجة انا عندي given ده مهم جدا، ال given ده معناه ايه؟ معناه ال VOA على طول وانت مغمض عليك. يبقى اول حاجة انا عندي AB straight line intersect مع ال D E straight line at M، يبقى انا في عندي VOA. فين هي ال VOA؟ ال angle دي مع ال angle دي، يبقى ال measure of angle BMD equals measure of angle EMA equals 40 degree. دي اول given انا عندي جبتها. طب ايه تاني عندي؟ كمان ال measure angle دي هتبقى equal لل measure angle دي. تمام، يبقى انا اقول له كده ان الميجر انجل بي ام اي ايكوالز ميجر انجل دي ام اي. طيب لا الدي بي ام اي اكزيست ولا الدي ام اي اكزيست، انا دول هنا النون بالنسبه لي. طيب نقدر نجيب مين؟ قال لي اقدر اجيب اي واحده فيهم. ليه؟ لان انا هنا عندي ستريت انجل، فانا عندي دي 40، يبقى انا هعمل 180 minus ال 40 يبقى ال given هنا ب 140، يبقى ال measure of angle BME equal DMA، ان انا هعمل 180 minus ال 40 تبقى equal 140 degree. اوكي طيب جيت هنا قلت لك ايه؟ ان ال DMC equal CMA، يبقى ال measure angle DMC equal ال measure angle CMA، ان انا اعمل بقى ال 140 divided by 2 تبقى equal 70 degree. ابدا بقى شوف ال required عندك ايه، شوف طالب مني ايه. EMA EMA انا عملت لها خلاص finding، DMC ادي DMC خلاص، يبقى انا مش هبص على ال find الا ما بعد ما ابدا اعمل solving. اوكي تمام تعال نشوف next question. In the opposite figure C belong to AB straight line and measure angle ACD equal 120. CE ray bisects angle BCD. find، قلنا نقف عند ال find مش هبص عليها. ليه؟ لان انت كل عينيك هتبقى بصة على ال finding،
على اللي هو اللي انت عاوز تعمله required. اوكي طيب، فهنا انا عندي ال C belong لل AB straight line، فهنا يبقى عندي ال measure angle دي كلها 180، بس انا عندي ال given ان ACD 120. يبقى انا هنا اقول له ان ال measure of angle BCD equal 180 minus 120 يبقى equal 60 degree. كده انا عملت finding لل measure of angle BCD. طيب جيت انا قلت لك ايه بقى، ان ال CE bisects اهو، يبقى ال CE bisects لل angle BCD، يبقى then measure of angle BCE equal measure of angle ECD، واعمل ال 60 divided by 2 تبقى equal 30 degree. بيقول لك فايند ايه بقى؟ DCE. DCE انا عملت لها فايندنج اهي خلاص تمام. يبقى دايما انا قبل ما هعمل ستيب هقول لنفسي كده واي، لو لقيت ريزون اكتب الريزون الاول، بعد كده ابدا اعمل اللي انت عاوز تعمله. فانا هنا عاوز اعمل ديفايد باي 2، ليه؟ عشان التو انجلز دول ايكوال. طب ليه؟ عشان ده باي سيكتور، يبقى انا هكتب الباي سيكتور، بعد كده اكتب له التو انجلز الايكوال، بعد كده اعمل له ديفايد باي 2. اوكي هي دي طريقه البروف، وهو دي الستبس اللي انا بعمل بيها البروف. اوكي يا شباب طيب تعالى كده نشوف نيكست كويشن. بيقول لي in the opposite figure AP straight line intersect CD straight line at M. Measure angle CME equals 90. CME ال angles دي 90 اهي تمام. Measure angle AMC AMC equals measure angle EMB، يبقى انا عندي two angles دول equal تمام fine. قلنا مش هنبص على الفايند. طب انا هنا عندي ايه دلوقتي؟ انا عندي ده كده يا مستر انت قلت لي يبقى في او اي تمام. طب انت عندك ادي ستريت لاين وادي ستريت لاين، يبقى في او اي يبقى الانجل دي ايكوال الانجل دي، والانجل دي كلها تبقى ايكوال الانجل دي كلها تمام. بس انا كل الانجلز دي الميجر بتاعها النون تمام، يبقى انا هسيب البوينت دي دلوقتي. بس انا عندي بوينت تانية، ايه هي؟ ان انا هنا عندي ان الانجل ديت ب 90 وعندي ده كده ستريت انجل. يبقى نقدر نجيب السم بتاع التو انجلز دول. يبقى انا هقول له ان ميجر اوف انجل سي ام اي بلس الميجر اوف انجل اي ام بي ايكوالز ال 180 ماينس ال 90 يبقى ايكوال 90. يبقى السم بتاع التو انجلز دول ب 90. طب ما انا قايل لك هنا يا مستر في الجيفن ان التو انجلز دول ايكوال، قولها لي بقى. يبقى الميجر اوف انجل سي ام اي ايكوالز الميجر اوف انجل اي ام بي ايكوالز، اعمل بقى 90 ديفايدد باي ايه؟ باي 2. مش انا قلت لك ان السم بتاعهم ب 90 عملناها هنا، وقلت لك كمان ان التو انجلز دول ايكوال، يبقى اعمل ديفايد باي 2 يبقى ايكوال كام؟ 45 ديجري تمام. يبقى الانجل دي كده بقت 45 والانجل دي بقت 45 تمام. نرجع بقى لمين؟ للتو ستريت لاين الانترسكشن اللي هو الفي او اي. يبقى انا هنا عندي اهو الاي بي ستريت لاين انترسكت مع السي دي ستريت لاين ات ام، يبقى then المeasure of angle CMA equal measure of angle BMD وقوله equal 45 وقوله VOA، وكمان عندي المeasure of angle CMD CMB هتا equal measure of angle CM sorry not C هتبقى AMD A M D هتبقى equal 90 مع 45 يعني 135 برضو V O A. تعال بقى نشوف ال required A. find A M C A M C 45 انا عملت لها finding.
بي ام دي بي ام دي برضو عملت لها فايندنج تمام. يبقى عاوز كمان الاي ام دي اي ام دي برضو عملت لها فايندنج. ايه ده؟ ده انا بعمل فايندنج للريكوايرد من غير ما اكون عارف الريكوايرد ايه. اوكي دايما تبص على البروف والجيومتري تحلها بنفس الستبس دي هتبقى اسهل لك كتير قوي. اوكي طيب تعال نشوف نيكست كويتشن. هنا بقى مديني ايه؟ مديني تو تراينجل. فاول لما يجي في دماغك على طول تراينجلز يبقى انا عندي كونكرنت على طول من غير ما تفكر. طالما تراينجل يبقى انا محتاج افكر في مين؟ في الكونكرنت. يا اما هيكون في كونكرنت يا اما انا هعمل بروف للكونكرنت. طيب in the opposite figure measure angle A equal measure angle C equal 90 measure angle ABD equal 31 AB equal CB equal 5 سنتيمتر and AD equal 3 سنتيمتر. Number one is احنا اتفقنا مش هنبص على هنا يا مستر required. لا انا عاوزك تبص على required في حاجة واحدة في ده في الكونكرنت. ليه؟ عشان انا هاخد الكونكرنت من هنا فهكتب كده ان التو تراينجل اللي هما A B D كوما C B D. يبقى انا خدت التو تراينجل واقول له هاف واعمل براكت وهعمل فيه 3 كونديشن بتاعتي. ايه ال 3 كونديشن؟ هشوف مين اللي ايكوال. هنا هلاقي ان ال A ايكوال ال C ايكوال 90 يبقى ميجر انجل A equal measure angle C equals 90 دي number one. number two ايه اللي كمان ان ال AB equals ال BC equals 5 ما يهمنيش النمبر ما يهمنيش اللانس بتاعهم. يبقى ال A ادي ال AB equal ال BC تمام كده. فاضل لي ال third condition. يا مستر ده احنا كلنا عارفين ان ال B دي ده common sides. كده بقى any case اللي دي كده R H S. ايه ده انت عرفت منين يا مستر انها R H S؟ R يعني right. ايه هو يا مستر right. طب ال H اللي هو ال hypotenuse. ده ال hypotenuse ده common side لان ال hypotenuse هو ال side اللي opposite لل right angle. طب ال side ادي كمان side اهو side ده equal side ده يبقى هنا RHS. يبقى triangle ABD concurrent لtriangle CBD. ايه ده يعني اقول له yes بقى مستر واقول له because؟ لا هو كلمة yes انا عملتها هنا اهي ان انا قلت له ان هما concurrent وكلمة because ان انا عملت له conditions بتاعتي. طيب بعد ما بنعمل concurrent محتاجين بقى نقول له كده we get يعني من الكونكرنت هنلاقي فيه 3 كمان طالعين لي. ايه بقى ال 3 اللي هيطلعوا لك؟ بص يا سيدي كده معانا بص يا سيدي كده معانا ال 3 اللي هيطلع لك ان عندك الانجل ديت ال A B D هتبقى ايكوال للانجل D B C. طب انا متلخبط في الفيجر من ال من التراينجل نفسه. ادي ال A مع ال C خلاص احنا هنا موجوده دي في الكونديشن ال B مع ال B فهقول A B D equal C B D. يبقى measure angle A B D equal measure angle C B D. اوكي تمام. ايه تاني عندي؟ عندي هنا مستر ال D equal D فهنقول B D C equal B D A. يبقى measure angle B D C equal measure angle BDA تمام. طب ايه تاني عندي كمان ال side AB مع ال CB خلاص احنا ال AB مع ال CB ده condition ال BD مع ال BD ده common side يبقى ال AD مع ال CD يبقى ال AD مع ال CD. طب يبقى ال AD هنا ده ال AD ب 3 يبقى ال CD equal 3 سنتيمتر. طب ال BDC ال BD ال BDC الانجل دي مع ال BDA. طب ما الانجل دي موجودة ولا الانجل دي موجودة بس نقدر نجيب الانجل دي ان انا اعمل 180 minus open bracket ال 90 plus 31
اوكي يطلع معايا ب 59 ديجري. طيب ايه كمان؟ ان الميجر انجل اي بي دي اللي هي 31 تبقى ايكوال دي بي سي، يبقى هنا ايكوال 31. طب هنا بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر اي بي انترسكشن مع السي دي ات اي، يبقى انا هنا عندي على طول افتكر مين؟ الفي او اي. تمام، الاي اي ايكوال البي اي والسي اي ايكوال الدي اي، ميجر انجل سي ايكوال 50، از الاي سي ايكوال البي دي اند واي، وفايند ميجر انجل دي. طيب نمشي ستيب باي ستيب. انا هنا عندي ايه في الفيجر؟ عندي تو تراينجل. طب مين التو تراينجل؟ انا هقول كده تو تراينجل، بص بقى هنا هقول كده اي سي اي، اي سي اي اند، خلي بالك الاي مع البي والسي هتبقى مع الدي والاي اتسلف مع اتسلف، يبقى اي سي اي مع البي دي اي. خلي بالك الاوردر مهم جدا، الاوردر مهم جدا في الكونكريت بتاع التراينجل. طيب هاف، وهنعمل الثري كونديشنز بتاعتنا. هنا هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الاي اي ايكوال الاي بي نمبر 1، نمبر 2 هنلاقي ان السي اي ايكوالز الاي دي نمبر 3، هلاقي من الفي او اي ده الانجل دي تبقى ايكوال انجل دي في او اي، يبقى ميجر انجل سي اي اي ايكوالز ميجر انجل بي اي دي عشان في او اي، يبقى زين الترينجل اي سي اي كونكرنت للترينجل اللي هو بي دي اي. اول ما بنعمل الكونكرنت فبطلع الجت، يبقى هنا هنقول كده في البارت ده جت، ونعمل الثري بتاعتنا اللي احنا هناخدهم من الكونكرنت. احنا قلنا هناخد ايه؟ الانجلز الاول، يبقى الاي مع البي، يبقى انجل اي ايكوال انجل بي، مش ميجر اي ايكوال ميجر بي. نمبر 2 السي مع الدي، يبقى ميجر انجل سي ايكوال ميجر انجل دي. اوكي طب السي 50 يبقى الدي 50 هي كمان. اوكي طب الاي مع الاي، دي خدناها هنا في الكونديشنز بتاعتنا اللي هي في او اي. طيب كده خلصت الانجلز، خش على السايد اي سي مع البي دي، اي سي لا ما خدناش هنا، يبقى اي سي مع البي دي، السي اي مع الدي اي اهي، السي اي مع الدي اي، اي اي مع البي اي اهي، خدناها في الكونديشن. يبقى انا كده طلعت كل حاجه. تعالى بقى نشوف، بيقول لك از ايه؟ از اي سي ايكوال بي دي، خلاص ده يبقى اس. طب فايند ميجر دي، انا عملت فايندنج الميجر دي. اوكي تمام، تعالى نشوف نيكست كويتشن. بيقول لي هنا شباب ايه؟ ان ذا اوبوزيت فيجر AB equal AC BD equal CD measure angle BAD equals 40 is a two triangle. فانا هبدأ على طول اهو ب two triangle اللي هو ADC and ADB، واقول له have، وابدأ اعمل ال steps بتاعتي ال three conditions بتوعي. اول حاجة ايه؟ انا عندي ال AC equal ال AB، ادي ال AC equal ال AB. number 2 ال AD common side، يبقى ال AD common side. ايه تاني عندي؟ ال DC equal ال DB، ادي ال DC equal ال DB. طب في حد يقدر يقول لي دي any case؟ very good SSS excellent. انا عندي 3 sides، يبقى triangle اللي هو ال ADC concurrent للtriangle اللي هو ال ADB. طيب من الconcurrent يبقى هنقول get، get ايه بقى؟ 1 و 2 و 3. طيب اول حاجة الانجل A مع ال A، دي A مع A مش هينفع نقول A مع A، فنقولها كده DAC مع DAB
يبقى measure angle DAB مع equal مع measure angle DAB. طب ما يا مستر DAB ديت هنا هتبقى equal DAC ديت sorry، يبقى هنا هتبقى equal 40 degree. تمام. number 2 عندنا هنا D مع ال D، طب ما مش هينفع دي تاني، فنقول ايه measure angle ADC equal measure angle ADB، ادي ADB. تمام. طب مفيش لا ال ADB ولا ال ADC، خلاص مفيش مشكلة، الميجر مش موجود خلاص. طيب ايه تاني؟ ال C مع ال B، ممكن نقول اه C مع ال B عادي، تمام مفيش مشكلة، measure angle C equal measure angle B. تمام. تعالى بقى نشوف ال required، find a measure angle BAC، يعني عاوز كل الانجل دي، يبقى measure angle BAC ان انا اعمل 40 و 40 يبقى هنا equals 80 degree. تمام. تعالى نشوف next question. في next question بيقول لي هنا ال AB equal ال AC and BD equal CD، measure angle BAD equal 30، does triangle ADC concurrent triangle ADB؟ يبقى انا برضو هبدأ ب التريانجل اللي هو ADC and ADB، have وابدأ اعمل الكونديشنز بتاعتي 1 2 3. number 1 هلاقي ال AD common side، ادي AD common side، تمام ادي ال common side. اوكي ايه تاني عندنا؟ ال AB equal ال AC، ادي ال AB equal ال AC. ايه تاني؟ عند ال DB equal ال DC، ادي ال DB equal ال DC. يبقى triangle اللي هو ADC concurrent للtriangle ADB. دي نفس الاكزامبل اللي فات يا مستر. ايوه تمام كويس انت خدت بالك. يبقى دي SSS ال 3 sides، يبقى هنا get وابدأ اطلع الحاجات اللي عندي اللي احنا جبناها من ال concurrent، ان ال A مع ال A يبقى DAC measure angle DAC هتبقى equal measure angle DAB. طب ال DAB ب 30 يبقى ال DAC ب 30 يا كمان. تمام. number 2 ان الميجر انجل دي مع دي يبقى ADC equal ADB، ميجر انجل ADC equal ميجر انجل ADB، ادي ADB. تمام. number 3 ان الميجر انجل C equal ميجر انجل B. طيب بيقول لك هنا ايه تاني؟ find ميجر انجل BAC يبقى equal كام؟ 60 degree، عشان 30 مع 30. اوكي طيب تعالى كده نشوف next question. هنا بقى الباراليزم. in the opposite figure AB ray parallel to CD line segment، measure angle D equal 65، DE ray parallel to AC line segment، find. قلنا مالناش دعوة find، تعالى نمشي step by step. اول حاجة هنا عندك ايه؟ ان ال AB ده الري ده parallel للline segment ده، تمام. هتقول لي اه ده هنا عامل لي حرف ال U يا مستر، اقول لك very good اللي هو ال interior supplementary، جميل. بس ال interior supplementary ده في اي angle هنا يا مستر موجودين؟ لا، لا ال angle A ولا ال angle C الميجر بتاعهم موجود. يبقى انا هعمل دي هعملها ويت كده، هستناها شوية، خلي الركنة على جنب شوية. طب انا عندي ايه تاني؟ عندي ال دي اي ده parallel لل سي اي، ايوه. يبقى انا هنا عندي letter Z، صح كده؟ اه يبقى انا هقول له كده ال دي اي parallel to سي اي، وعندي كده ال سي دي is transversal. يبقى انا هنا عندي ايه؟ transversal. طيب يبقى then الميجر بتاعت الانجل دي equals الميجر of angle C equals 65
عشان هما alternate، اللي هي كأني بقول له حرف الزد يا مستر. تمام، طب كده بقت الانجل دي كده ب 65. اه كده نبدأ نشتغل بقى على الحرف اليو. يبقى انا عندي AB parallel to CD، وعندي كمان ال CA هو ده الترانسفيرسال. يبقى هنا مستر الميجر بتاعت الانجل A ان انا اعمل 180 - 65 هتبقى equal ادي 5 115 degree. اقول له interior supplementary، يبقى interior ايه يا شباب؟ supplementary. اوكي، ده الباراليزم. ما ينفعش ان انا اقول له ان انا هجيب دي كده ودي كده من غير ما اقول له الستبس خالص. اوكي طيب، تعالى كده نشوف next question. بيقول لي in the opposite figure، هنا ال A ال C A parallel to D B، C B parallel to D F، and C E bisects لل angle A C B. Measure angle A C E equal 55 degree. Find، ملناش دعوة بالfinding. طيب نبدأ step by step. ايه اللي given اللي عندنا؟ انا عندي ال C A ده كده parallel لمين؟ لل D B. حلو قوي، يبقى انا عندي دول كده parallel، يبقى ده transversal، يبقى عمل لي letter Z. جميل، بس هنا letter Z يبقى الانجل دي كلها. طب هي الانجل دي كلها موجودة؟ طب تعالى كده نشوف كده بيقول لك ايه. ان الميجر اوف انجل اي سي اي يعني البارت ده بس هو اللي 55. طب وبيقول لي ان السي اي ده بايسكت للانجل اي سي بي، يعني التو انجلز دول ايكوال. يبقى انا هبدا بالبايسكتور، مش هبدا بمين؟ بالباراليزم. يبقى انا اول حاجه هنا هبدا بالبايسكتور، يبقى السي اي بايسكتس للانجل اي سي بي، يبقى زين الميجر اوف انجل اي سي اي equals measure of angle ECB equals 55 degree. تمام كده انا عملت التو انجلز دول، يبقى الميجر اوف انجل ACB هتبقى equal 55 plus ال 55 او 55 times A times 2 يعني 110 degree. يبقى كل الانجل دي كده ب 110. اه كده نبدا نشتغل بقى على الباراليزم. يبقى انا اقول له ال سي اي بارلل تو دي بي، اوكي يبقى وي ال سي بي از ترانسفيرسال. لازم نكتب الكلام ده يا شباب. يبقى الميجر اوف انجل سي ايكوال ميجر اوف انجل بي ايكوال 110 ديجري. اقول له alternate. طيب كده عملت ان دي 110. ايه ده؟ طب ما هقول لي هنا كمان ان ال سي بي ده parallel to دي اف، يعني عاملين لي الحرف اليو تاني. يبقى هقول له ان ال سي بي parallel to دي اف and بي دي transversal. يبقى يا مستر هنا الميجر اوف انجل دي ايكوال 180 - 110 هتبقى ايكوال 70 ديجري، عشان هما كده انتيرير سبليمنتري. اوكي تمام، يبقى انا هنا ممكن ادخل لي البايسكتور مع الباراليزم. فانا بمشي ستيب باي ستيب. ليه بدات بالبايسكتور؟ لاني ما عنديش كل الانجل دي، انا عندي بارت بس منها. فلقيت ان ده باي سيكتور وان التو انجلز دول ايكوال، يبقى انا جبت عملت فايندينج للانجلز اللي هي السي كلها. اوكي يبقى انا بشوف انا عندي الجيفن وابدا امشي عليه. اوكي طيب تعال نشوف في النكست كويتشن ده. بيقول لي هنا in the opposite figure AB parallel to CD parallel to EF، measure angle A equal 60، measure angle E equals 35.
find ملناش دعوه بالفايندين. ايه ده انا يا مستر عندي دول بارلل ده كده عاملين لي ليتر يو هنا وهنا دول بارلل يبقى عاملين لي ليتر يو هنا. حلو قوي يبقى كلها alternate anterior supplementary ماشي. يبقى دي الاي بي بارلل تو سي دي وعندي هنا الاي سي ترانسفيرسال ترانسفيرسال اوكي. طيب نخلي بالنا هو كان كاتب لي 3 rays مع بعض فانا عملت سبريت. طيب يبقى هنا الميجر اوف انجل A C D equal 180 minus L60 يبقى equal 120 degree. يبقى البارت ده 120. نبدأ في ناخد في ال down ان ال C D parallel to E F و ال C E transversal. يبقى انا كده عندي ان ميجر انجل دي سي اي ايكوال 180 ماينس ال 35 هتبقى ايكوال ادي يا مستر هنا تبقى 145 ديجري. هنا انتيرير سبليمنتري وهنا انتيرير برضو سبليمنتري اوكي. طب هو بيقول لك فايند ايه بقى؟ خلي بالك بقى عشان دي كلنا ممكن نقع فيها. find major angle ACE ال ACE ففي حد يقول لي يعني نعمل 120 plus 140. لا يا حبيبي انا عاوز ال angle ACE اللي هي دي كده اسمها ال ACE اللي انت لو عملتها هتبقى انت عملت الرفلكس لل ACE. انا عاوزك تعمل لي major angle ال ACE دي فانت ممكن تعمل 360 minus السم بتاع التو انجلز دول ال 120 plus ال 145 اوكي. خلي بالك من البوينت دي كويس قوي. انا هنا عاوز ميجر للانجل ال ACE دي مش دي اوكي تمام. تعال نشوف next question. بيقول لي هنا in the opposite figure ال AB parallel to EF parallel to CD measure A equal 40 تمام. اول حاجة انا هعمل سبريت هاخد ال AB مع ال EF بس. يبقى انا ال AB نعملها بالبلاك كده عشان يبقى باينة ال AB parallel to EF وعندي هنا الترانسفيرسال اللي هو ال AE يبقى ال AE transversal اوكي تمام. هنا يبقى measure of angle A هتبقى equal measure of angle. سمعت واحد بيقول لي ايه فهقول له any E انت تقصد any E ال E دي ولا ال E ديت ولا كل ال E دي فلازم اعمل determine كويس ل any angle فهقول له AEF دي من الحاجات المهمة جدا 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 يبقى equal 40 degree واقول له كده alternate عشان دي كده عاملة لي حرف الزد اوكي. طيب بعد كده ال سي دي parallel لل اي اف يبقى ال سي دي parallel to اي اف وعندي هنا ال سي اي transversal اوكي. يبقى ال measure of angle ال اف سي ال اف اي سي هتبقى equal 180 minus ال 110 degree يبقى equal 70 degree. ده كده interior supplementary اوكي. يبقى انا عندي دي كده 40 ودي 70 نشوف بقى required ايه. AEF عملت لها خلاص finding ال measure angle CEF عملت لها finding. طيب الميجر انجل AEC عاوز كل الانجل دي يبقى الميجر انجل AEC يبقى انا هعمل ال 40 plus ال 70 يبقى equal 110 degree اوكي تمام. تعالى كده نشوف next question. بيقول لي هنا in the opposite figure AD parallel to BC
measure angle EAD equals 40. measure angle CAD equals 30. أول حاجة أنا هنا عندي إيه؟ الـ AD parallel لـ CB. أهو الـ AD parallel to CB. أوكي؟ وعندي هنا بقى خلي بالك بقى هنا عاوزك تركز معايا. ادي الـ AD parallel للـ CB. يبقى لو انا خدت الترانسفيرسال ده كده عندي الـ Z. يبقى هقول له الـ AC transversal. اوكي؟ طيب من الترانسفيرسال ده يبقى الـ measure angle DAC equal measure angle C equal 30 degree. دي أول حاجة alternate. اوكي؟ طب لو أنا شلت الترانسفيرسال ده وخليت الترانسفيرسال بالنسبة لي بقى ده. أهو. ده كده عمل حرف الـ F أهو يا مستر، تمام. يبقى ده كده عامل corresponding angles، صح؟ يبقى أنا هنا هقول له كمان الـ AD parallel للـ CB. بس المرة دي بقى الترانسفيرسال اللي هو الـ EB transversal يبقى الـ measure angle EAD equals measure angle B equals 40 degree عشان هما corresponding angles. أوكي؟ طيب كده corresponding angles. طب انا كده عندي الانجل دي 40 والانجل دي 30. we can found now measure angle A. yes. ليه؟ عشان الترينجل كله sum بتاعت الانجلز 180. يبقى measure of angle BAC ان انا اعمل 180 minus 40 plus 30 يبقى equal 110 degree. تعالى بقى نشوف الريكوايرد ايه. measure C. measure C عملت لها finding خلاص، تمام. measure CAB. CAB اللي هي الانجل A، تمام خلاص كده، تمام. اوكي طيب تعالى نشوف next question. بيقول لي هنا شباب ايه؟ AB parallel ل CD. measure D equal 70. measure A equal 110. does AC parallel ل DE and why؟ طيب اول حاجة انا عندي فين ال parallel؟ ال AB مع ال CD، صح كده؟ يبقى انا اقول له كده ال AB parallel ل ال CD. وعندي هنا ال CA هو الترانسفيرسال، صح كده؟ يبقى هنا الترانسفيرسال هو الـ AC. طيب يبقى اعمل لي حرف اليو. يبقى ميجر انجل C equal 180 minus 110 equal 70 degree. ليه؟ interior supplementary. اوكي طيب دي كده 70. ايه ده؟ طب ما دي كمان 70 وهم كده alternate. يبقى ال two line دول parallel. يبقى انا اقول له measure angle C equals measure angle D equals 70 ودول كده alternate. يبقى then ال D E parallel لل C A. يبقى لان انا عملت هنا founding للميجر سي وطلعت ب 70 اللي هي ايكوال للدي اللي هي 70 وهم كده الترنيت، يبقى التو لاينز دول هيكونوا بارلل. تعال نشوف نيكست كويشن ده. دي اي بارلل للدي للبي سي. الدي اي بارلل للبي سي، تمام. الاي اي بايسكت. طب نمشي ستيب باي ستيب. البي اي ده الدي اي ده بارلل للبي سي. طب وكده عامل لي هنا يو هنا وفي يو في الرايت سايد. اني يو بقى يا مستر؟ قال لي ناخد اليو اللي في الرايت سايد ديت اهي. ليه؟ عشان الانجل سي هي اللي الميجر بتاعها موجود. اوكي وممكن ناخد كمان الانجل ديت. تصدق عشان دي كمان الاي الميجر بتاعتها موجوده، صح؟ تمام. طيب
احنا هناخد دي ليه؟ هنعرف حالا هناخد دي ليه. انا دلوقتي هنا هقول له كده ان ال بي سي بارلل لل دي اي، وهاخد كده ال دي سي ترانسفيرسال، يبقى هنا معايا الميجر انجل دي ايكوال 180 ماينس ال 125 هتبقى ايكوال 655 ديجري. اوكي دي كده ايه انتيرير سبليمنتري. تمام طيب مستر انت عندك الانجل دي بكام؟ ب 70. نقدر نعمل فايندنج للتو ال الانجل دي كلها؟ ايوه. يبقى الميجر انجل بي اي اف ان انا اعمل 180 ماينس ال 70 يبقى ايكوال 110 ديجري عشان ستريت انجل. طيب جيت انا قلت لك ان الاي اي ده بايسكت للانجل اللي هي بي اف، يعني التو انجلز دول مالهم؟ ايكوال. يبقى انا هقول له كده ال اي اي بايسكت للانجل اللي هي بي اي اف، يبقى ميجر انجل بي اي اي ايكوالز ميجر انجل اي اي اف ايكوالز 110 divided by 2 تبقى equal 55 degree. يبقى each angle هتبقى كام؟ ب 55. يعني الانجل دي 55 والانجل دي 55. بص بقى انا خدت الانجل رايت سايد ليه؟ عشان الاقي ان دي 55 فودي كمان طلعت ب 55، فيبقى هنا عاملين لي ايه؟ عاملين لي letter F اهو شايفه؟ تصدق لا ديتر اف واضح اهو. يبقى الانجل دي مع الانجل دي 55 يبقى ده كورسبوندنج. يبقى هنا اقول له الميجر انجل دي ايكوالز ميجر انجل اي اي اف، ودول كده كورسبوندنج. يبقى زين الدي سي بارلل للاي اي، هو ده اللي كان عاوز يعمل له بروف. اوكي تمام تعال نشوف next question. بيقول لي هنا AG parallel لل DE parallel لل FH parallel لل BC if AC equal 12 سنتيمتر AD equal DFD equal FB find length of AH. طيب اول حاجة انا هنا عندي lines parallel وفي parts equal، يبقى ال second part كمان هتبقى in another side هتبقى equal، يبقى ال parts in another side هتبقى كمان also equal. يبقى هنا عندي ال A G parallel to D E parallel لل F H parallel لل B C and ال A D equal ال D F equal ال FB، يبقى then ال AE equal ال EH equal ال HC. طب ال AC length بتاعتها ب 12، يبقى هعمل 12 divided by 3 يبقى each line equal 4 سنتيمتر. طب هو بيقول لك find any length بقى ال AH، ال AH يعني two parts دول يبقى 8 سنتيمتر. اوكي تمام تعال نشوف next question. بيقول لي هنا شباب ايه؟ هنا AF parallel لل XY parallel لل DE parallel لل BC and AY equal YE equal BC. stop نبدأ نعمل الستبس دي الاول. انا هنا عندي ال AF parallel ل ال A ال Y X parallel ل ال E D parallel ل ال C B and ال A Y equal Y E equal ال E C
يبقى then ال AX equal ال XD equal ال DB. طب ال AY ب 3 تمام، يبقى ال YE ب 3 يبقى ال EC ب 3 تمام، يبقى H1 ب 3 يبقى ال AC كله بكام؟ ب 9. طيب ال AX ب 2 ال X ب 2 يبقى ال XD ب 2 يبقى ال DB ب 2 يبقى H line ب 2 تمام. حلو قوي، انا ماشي ستيب باي ستيب اهو. طيب تعالى بيقول لك ايه، and the parameter of triangle ABC، البرامتر بقى بتاع تراينجل، ما احنا قلنا السايد ده كله ب 9 يبقى السايد ده كله ب 8. طب هو بيقول لك ان البرامتر كل السايدز دي السام بتاعتها ب 23 يبقى then البي سي، يبقى البي سي ان انا اعمل 23 ماينس ال 9 بلس ال 8 يبقى هعمل التو سلايد دول اعملهم بلس هيبقى 17، لما اعمل لهم 23 ماينس ال 17 هتبقى ب 6 سنتيمتر. اوكي تمام، تعال نشوف كده next question. بيقول لي by using ruler and compass draw AB line segment where AB equal 5 then draw a straight line L where L is a line is a symmetry axis of AB. طيب انا هنا عاوز اعمل line segment اللينس بتاعه AB وبعد كده هنعمل axis of symmetry لل AB. تعالى كده نشوف مع بعض، ادي كده هنا مستر هنعمل line segment بتاعنا، هنجيب الرولر بتاعتنا وهنعمل line segment. line segment ده 5 سنتيمتر، ادي هنا 5 سنتيمتر، ادي ال 5، بعد كده هنا اللاين سيجمنت ده بتاعنا اسمه A B 5 سنتيمتر، هنجيب الكومباس بتاعنا، ادي الكومباس، هنمسك الكومباس وهنحطه عند ال A وهنفتح الكومباس كأننا هنعمل نيرست ال B وبعدين هنعمل arc، هنعمل كده arc up ونعمل arc down، ادي هنا هنعمل arc down اوكي، وبعدين هنحط هنا الفيت ايرون تاني عند ال B وهنعمل arc up، ادي هنا arc up وبعدين arc down، ادي هنا مستر الارك داون اوكي، كده عمل التو اركس انترسكت ات 1 بوينت. التو لاين دول التو بوينتس دول هعمل لهم ماتشنج بي لاين سيجمنت، ادي هنا ما بين الاي ما بين التو بوينت دول. لو انا عاوز اعمل ميك شور همسك الرولر بتاعتي واحط الرولر هلاقي ان اللاين سيجمنت ده او البربنديكولر ده ات 2.5 اللي هو الميد بوينت. اوكي تمام، تعالى كده نشوف السكند كويتشن. يوز ذا جيومتريك انسترومنتس درو ان انجل اوف ميجرمنت 130 اند بايسكت ات. طيب اول حاجة هنفتح كده الكيب بيبر بتاعتنا، هنعمل clear وهنعمل اي انجل، الانجل بتاعتنا ب 130، هنعمل any line draw any line، انا هكنسل ده تاني واعمل هنا ب line segment، ادي هنا اي line، وبعدين همسك الكومباس بتاعت البروتراكتور بتاعتي، احط البروتراكتور اخلي السنتر بتاعت البروتراكتور على البوينت وهنا في ري وابدا اعمل كاونت لل 130، ادي ال 130، هبدا اعمل ماتشنج ما بين البوينت دي والبوينت ديت، كده انا عملت الانجل
اوكي لو هو قال لي الانجل اسمها A B C اوكي يبقى الفيرتكس بي ديت هتبقى هي البوينت دي، هي دي البي وهنا الاي وهنا السي. هبدا امسك الكومباس بتاعي واحط الفيت ايرون على الفيرتكس وابدا اعمل ارك يعمل انترسكت للتو التو ريز اهو. هبدا اعمل هنا انترسكت للتو ريز وبعدين همسك الكومباس تاني عند التو انترسكشن بوينت هبدا اعمل ارك تاني هنا ادي الارك بتاعي والكومباس على باي ذا سيم اوبن طبعا بنفس الفتحه بتاعتي وابدا اعمل ارك هنا في السايد ده كمان. التو اركس دول عملوا انترسكت في 1 بوينت. هبدا اعمل ماتشنج ما بين البوينت دي و ال بي اوكي هلاقي ان بعد كده ان البايسيكتور ده عمل ديفايد للانجل اللي هي ب 130. طب ال 130 الهاف بتاعتها هتبقى بي 65. ادي يا مستر كده حط البروتراكتور هتلاقي هنا يا مستر 0 10 20 30 40 50 60 ادي 65. يبقى انا كده عامل الدرو كوركت اوكي. طيب بكده احنا خلصنا كل الريفيجن اللي عليك. اتمنى ان انا اكون وفقت في كل الريفيجن. ما تنساش لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وتفعل الجرس. اشوفكم في حلقة جديدة. Goodbye and good luck.